نروح لخبر تاني. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع امبارح بوزير الاسكان مصطفى مدبولي ووجه بسرعه تنفيذ منطقه الاعمال المركزيه بالعاصمه الاداريه الجديده وضمان الالتزام بالبرامج الزمنيه المحدده لتنفيذ الانشاءات الخاصه بها، على ان يتم ذلك وفق افضل معايير الجوده وباحدث التقنيات. الرئيس أكد كمان على ضرورة متابعة معدلات التنفيذ الخاصة بباقي المدن الجديدة وضرورة أن توفر كمان العاصمة والمدن الجديدة لسكانها مستوى معيشة راقي ومتطور، وأن تتاح بها مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية على نحو حديث ومتكامل.